طيب خلونا ناخد معانا على التليفون زميلنا عبد الله بركات موفد التلفزيون المصري. ازيك يا عبد الله؟ وكل سنه وانت طيب. عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ كله تمام؟ الاخبار جميله جدا. احكي لنا كده يا سيدي. ويعني انا قررت ان انا اخد تجربه اول مره، يعني الحمد لله ربنا رزقني الحج كذا مره، لكن ما شاء الله السنه دي قررت اخد تجربه ان انا امشي من عرفات لمنى على طريق المشاة المخصص للمشاة. الطريق ده طوله حوالي 7 كيلومتر وتحديدا 6.7 كيلو متر بيربط ما بين عرفات ومزدلفة. عاوز اقول لك ان الطريق ده في الوقت الحالي يعني هدير من البشر الذي يكتسب اللون الابيض وبيصب في النهايه في مزدلفه ومنها الى منى ان شاء الله. يعني بتوجد اعداد كبيره من الحجاج تفترش ارضيات مزدلفه بتقوم بصلاه المغرب والعشاء جمع تقصير وتاخير ده يعني والمبيت في مزدلفه ان شاء الله حتى فجر الغد، ثم التوجه بعد ذلك الى منى لرمي جمره العقبه الخضراء، يليها ايام التشريق الثلاثه ان شاء الله. يمكن المشهد بالفعل مشهد عظيم من بدايته، من بدايه اليوم، بدايه الوقوف بعرفه. نعرف ان البعثه المصريه او البعثات المصريه عموما او الحجاج المصريين لا يقضون يوم الترويه الا من اراد يعني، لكن بيتم التصعيد منذ الامس، يعني من فجر الامس وحتى عصر الامس تم تصعيد جميع الحجاج الى عرفات وفقا لما هو محدد من خلال اشراف بعثه الحج الرسميه اللي تشرف عليها وزاره الداخليه المصريه. خلال هذا اليوم طبعا يمكن درجه الحراره عاليه جدا يعني بشكل لا تتخيله. بالطبع كانت السلطات السعوديه واخدة اجراءات اعتدنا عليها منذ فتره، وهي وجود اعمده التي تقوم برش رذاذ الماء السمات المميزه سواء في عرفات سواء في منى سواء في مزدلفه. حاليا يعني لو الصوره موجوده هتلاقي رذاذ المياه موجود بسبب ارتفاع درجات الحراره. ايضا المتطوعين قصر بالنسبه للموجودين هنا داخل المشاعر المقدسه بيقوم بتوزيع المياه البارده والوجبات على الحجاج، وبيقوموا ايضا برش هذه المياه، وكذلك متطوعين من فرق طبيه مختلفه اذا كانت هناك حالات احياء بسبب ارتفاع درجات الحراره. كل هذه الامور نراها يعني ورصدناها، اضافه ايضا الى وجود اطفال يلبسون ملابس الاحرام، وجود يعني السيدات كبار يعني بيركبوا اللي هي الكراسي المتحركه، يعني امور كثيره. المشهد بالفعل هو مشهد مهيب، مشهد عظيم، يوم بالفعل عظيم. الكل كان موجود في عرفات، يعني المشهد كما نعرف ان الله ينتهي بهذه الجموع اهل السماء ويشهدهم انه قد غفر لهم. يعني حتى انا الان يعني بتمشى داخل، يعني امشي على طريق المشاه ما بين عرفات والمزدلفه، يعني دخلت المزدلفه منذ دقيقه تقريبا وانا اتحدث معك. انا الان امامي المسجد المشعر الحرام، وهي من المساجد التي نسميها مساجد الخمسه ايام، يعني مسجد المشعر الحرام ومسجد الخيف منى ومسجد نمره هي مساجد الخمسه ايام او المساجد التي لا تعمل الا في ايام المشاعر وتزدحم في ايام المشاعر، رغم ذلك نجدها مستعده تماما. طول طريق المشاه هناك يعني تجهيزات لوجستيه عملها المملكه العربيه السعوديه تتعلق بكافه التجهيزات الخاصه بالحجاج، طول الطريق مبردات مياه موجوده، موجود وجبات حجاج موجوده، نظرا لطول المسافه كما نرى، وان يعني الحجاج كانوا موجودين طبعا منذ الصباح الباكر على صعيد عرفات، وهناك ارهاق كبير، سيتوجهون بعد ذلك بالطبع فجر هذا اليوم الى منى، وهناك مخيمات. يعني نتحدث قليلا عن بعثه بقى حج القرعه اللي اعدادها حوالي 11,000 حاج، كان هناك تجهيزات خاصه من قبل بعثه حج القرعه بالنسبه لحجاجها سواء في عمليه التفويض او في فنادق الاقامه الموجوده بالقرب من البيت العتيق في مكه المكرمه او المسجد النبوي الشريف، وكذلك فيما يتعلق بحاجز زياره الروضه، لان طبعا المملكه العربيه السعوديه مستحدثه تطبيق اسمه نصر بيتم الحج من خلال زياره الروضه، وهذا التطبيق طبعا نعم. لا انا معاك انا بسمعك بقول لك ايوه. تطبيق يسمى نسك، وعندما دخل عليه ضباط البعثه وجدوا ان الحجز بعد شهرين
تقريبا بالنسبه لحجاج الزيات رضا، وكان الامر كان تحرك سريع بالتنسيق مع السلطات السعوديه، وتم حجز افواج الحجاج على مراحل بيتم اصطحابهم بواسطه الضباط الى الروضه او الضابطات بالنسبه للسيدات، وبالفعل كل من توجه الى المدينه قام بزياره الروضه الشريفه. وتم التصعيد بالحافلات اللي كانت موجوده، حافلات مميزه وعلى اعلى مستوى بجهازها بخاصيه جي بي اس وبنظام الرد الواحد، اي ما يتعلق بالاتجاه من مكه الى عرفات ثم الى مزدلفه ثم الى منى والعوده مره اخرى الى مكه المكرمه. وكان تصعيد ناجح ومتابعه مستمره يعني الى الان حتى هذه اللحظه، اعتقد انه موسم ناجح جدا بالنسبه للحجاج المصريين في عمليات التنظيم وعمليات المتابعه. يعني السلطات السعوديه بتقول ان العدد الرسمي الموجود هنا حوالي ما يقارب ال 2 مليون، لكن اعتقد ان العدد يتجاوز هذا بكثير نظرا للزحام الموجود هنا. و يعني ربنا يرضي الجميع بزياره بيت الله الحرام وعرفه، ونرجو من الله ان يتقبل منا هذه الحجه ان شاء الله. يعني ترجع لنا بالف سلامه بقى يا حاج عبد الله، ويرجع لنا كل الناس بألف سلامة. وخدوا بالكم على نفسكم، كتروا كده بقى من شرب المية. وطبعا في المشهد الشهير بتاعنا ان احنا مية كده على راسنا كده، رطب كده علشان ايه نكمل بإذن الله الشعائر والمناسك بإذن الله على خير، وترجعوا لنا جميعا. كل بنمشي كذا خطوة بنلاقي المشهد ده متكرر. ما هو لازم، إزازة المية دي مشهورة وعلى راسنا كده. أنا عملتها في العمرة لسه، ربنا ما كتبليش الحج، ربنا يا رب يكتبه لنا جميعا يا رب. ايوه اهو ادي الميه البارده الحلوه الجميله. انا بشكرك جدا 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 زميلي العزيز عبد الله بركات، الحاج عبد الله بركات، موفد التلفزيون المصري.